أول ما نبدأ هو إن شاء الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله. وأول ما نبدأ به افتتاح هذا الحفل لنكرم أطفالنا لما قد وقع الأشياء التي وقعت في مراكش، وكانوا أطفالنا من بين الأوائل في بعض السماحات، إلا أنهم لم يكرموا بميداليات. وأخذ لقاء مجموعة من الآباء، مجموعة من الإخوان، لا في بالنسبة لا في بالنسبة للنادي، النادي من بنين بحكم خرافة الأطفال. نتمنى لهم التوفيق ونمتلئ بالحفل بنشر الوطني من جعله. سباحة حرة و لابراس مرهان
روشي نورهان إيناس الثاني وكذا الثاني تعذر وكذا الثانية سباحة حرة الذي أجاب الجميع ونولوا أي